لمناقشة الأوضاع وآخر المستجدات فيما يتعلق بالعدوان على قطاع غزة في ظل تبني الاحتلال سياسة الاغتيالات وما آلات الأمور هناك، ينضم إلينا عبر سكايب من غزة الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني السيد رامي أبو زبيدة. مرحبا بك معنا. حياكم الله أخي الكريم وحيا الله مشاهديكم الكرام. مرحبا بك أستاذ رامي. كيف تصف الأوضاع بعد يعني يومين تقريبا أو 3 أيام من بدء العدوان على قطاع غزة ورد المقاومة حتى هذه اللحظة؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي إليكم. تواصل المقاومة الفلسطينية ردها المتناسق والمنضبط بعد جملة من الاغتيالات ضد قادة سرايا القدس. هذا الرد يدلل على حالة الوعي الناتجة من التباحث والمشترك بين كل أذرع المقاومة الفلسطينية والاتفاق على أطر العمل في الميدان. رد المقاومة وتوسيع هجماتها يشير إلى خطة عمل مشتركة بين الفصائل بعيدا عن العشوائية. هذا وضع الاحتلال في نوع من الإرباك، خاصة وأنه ظن الاحتلال أنه باغتياله قادة سرايا القدس أنه تسبب بخلل تنظيمي ويستطيع أن يفصل الجهاد الإسلامي عن باقي فصائل المقاومة. الآن نشهد توسيع تدريجي لردود المقاومة بناء على حجم جرائم الاحتلال، خاصة بعد استهداف البيوت واستهداف المنازل، وهذا يدلل على أن المقاومة في جعبتها الكثير وليس في عجلة من أمرها بشأن التأدى، على عكس نتنياهو الذي يريد ويزيد حرجه كلما زاد وطال أمد هذه المواجهة. اليوم بعد القصف الذي استهدف مناطق واسعة وخاصة وصول الصواريخ وتأثيرها في تل أبيب وسقوط قتلى وجرحى إسرائيليين، هذا يعد من أسوأ القضايا اللي بتواجه نتنياهو حاليا، خاصة بعد إعلانه في اليوم الأول من العدوان في خطابه اللي ظهر في مشهد الانتصار وصورة الانتصار انه قضى على الجهاد الاسلامي، قضى على قادة المقاومة، لكن واضح انه المقاومة تعمل بنفس طويل، ترد بمستويات تتعلق بحجم الجرائم. ردود المقاومة الموحدة اليوم طالت في العمق الصهيوني بمسافة تزيد عن 80 كيلو متر وكثافة صاروخية عالية. هذه فاجأة حكومة الاحتلال وأخرجت مشاهد الدمار في تل أبيب في عسقلان، هذا سيزيد من حجم السخط على نتنياهو وحكومته. بالتالي استراتيجية المقاومة واضحة وتقوم على توسيع دائرة النار، مما يجعل نتنياهو في دائرة تجبره على استجداء الوسطاء للحيلولة دون الدخول في مواجهة واسعة قد لا يمكن السيطرة عليها. نعم، حتى الآن هناك يعني حالة من إدارة المعركة أو الجولة بشكل أو بآخر، لكن هل تعتقد بأن الاحتلال قد ينجح في التفريق بين فصائل المقاومة ودق الأسفين كما يحاول منذ اللحظة الأولى أن يستهدف حركة بعينها ودائما يصرح بأنني أستهدف الحركة حركة الجهاد وبالتالي ليست لدي نية لاستهداف حركات أخرى؟ هذا النمط من الحرب النفسية أيضا أستاذ رامي كيف يمكن مواجهته، ولا سيما أننا نعرف أن هناك غرفة عمليات مشتركة تقوم بعمل عسكري مشترك، ولا شك أن جميع الفصائل تشارك في هذه الجولة من المعركة مع الاحتلال، لكن الحرب النفسية والإعلامية التي يقوم بها الاحتلال، حتى عدم استهدافه لقادة أو عناصر من حركات أخرى، هذا يثير الكثير من الأسئلة. يعني الأخ الكريم، الاحتلال منذ استهدافه للجهاد الإسلامي حاول التفرقة بين الفصائل وحاول أن يحيد جزء من المقاومة الفلسطينية من هذه المواجهة، لكن المقاومة باعتقادي كانت واضحة، كانت راشدة، صمتت خلال الـ 24 ساعة الأولى، صدر بيان واحد موحد لغرفة العمليات المشتركة. المقاومة تدير العملية كلها من خلال غرفة العمليات المشتركة التي تضم أكثر من 12 فصيلا مقاوما. رد المقاومة على العدوان أظهر التطور الواضح اللي حققته المقاومة من حيث صواريخها والمدى وحتى قدرتها على تجاوز الأنظمة
الدفاعية. صحيح قد تبدو المقارنة بين قدرات المقاومة العسكرية وما تمتلكه إسرائيل بالمقارنة الفنية صفة غير منطقي، لكن المقاومة الفلسطينية عبر غرفة العمليات المشتركة تمتلك القدرة على إيلام الجبهة الداخلية، وهو ما سيجعل عملية الاغتيال عنصر صدمة لدى الكيان الصهيوني وتفرض واقعا جديدا. بالتالي المقاومة بكل أذرعها العسكرية وفصائلها موحدة في هذه المعركة وتقول كلمتها بكل قوة، ولم يعد لدى المقاومة قبولا باستمرار هذا الوضع. بالتالي هذا الرد المنسق الذي تديره الغرفة المشتركة جاء بعد تكتيك التمهل وإرباك الاحتلال وجبهة الداخلية، وقد جاء بعد فشل الاحتلال في شق صف المقاومة. بالتالي يمكن القول أنه مستوى الرد حتى الآن وما تمتلك المقاومة هو ما سيجعل الاحتلال يعيد حساباته بشأن محاولة زعزعة وفصل قوى المقاومة. بالتالي نحن نمتلك اليوم غرفة عمليات مشتركة تدير المعركة برشد وقوة، وليس هناك ما يدعو للخوف على وحدة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. تمام. ماذا عن مستقبل هذه الجولة؟ هل تتوقع التوصل لتهدئة ما؟ حتى الآن وقبل قليل قد يعني خرج تصريحات من نتنياهو خاصة بعد الضربة القوية لغرفة العمليات المشتركة التي طالت تل أبيب، يتوعد فيها بتصعيد المقاومة والرد على الجهاد الإسلامي والاستفراد بالجهاد الإسلامي. بالتالي حتى الآن واضح تعثر مباحثات الواسطة بين الاحتلال وفصائل المقاومة، وفي هذه الحالة تواصل الجهود المصرية والقطرية والأممية جهودها حتى تضغط من أجل إنهاء هذه الجولة. بحسب المعلومات أن الجهاد الإسلامي طلبت من الوسطاء تعهد من الاحتلال بوقف الاغتيالات وتسليم جثمان الشيخ خضر عدنان مقابل وقف الهجمات. الاحتلال يرفض، الاحتلال يتمسك حتى الآن بشروط وقف إطلاق النار مثل وقف سياسة الاغتيالات وتسليم جثمان خضر عدنان. واضح أن الاحتلال قد يكون يريد كسب بعض الوقت لممارسة بعض أو مزيد من عمليات الاغتيال، لذلك الوضع شائك ومتوتر حتى اللحظة، والاتصالات يبدو أنها تتقدم ببطء. مجريات الميدان هي من ستتحكم في الساعات القادمة إن كنا سنتجه نحو تهدئة سواء من طرف واحد من قبل الاحتلال أو من خلال الوسطاء. أشكرك جزيلا الأستاذ رامي أبو زبيدة الكاتب والباحث الفلسطيني، ونتمنى لكم السلامة. حياكم الله.